لما جات الشرطه ودخل وقفنا قدام البيت، حتى يمكن الشرطه مشى الحكومه بتاعت الخناقه يمكن مشوا والشرطه واقفه ما مسكوش منهم حد ولا نفر، حتى اللي معايا الخناقه ما خدوش، راحوا لموا اللي في بيتي كله خدوه مسلمين ومسيحيين، وراحوا ودوهم القسم. بعد ما ودوهم القسم قالوا المسيحيين في جنب والمسلمين في جنب، بعد كده واد انت مسلم؟ ايوه طب امشي، والمسيح خش جوا حبسوه من 13. وقعدت معيط، انا قعدت الحقيقه قعدت اعيط. قعدت انا عايزه، قلت لهم طب استني ايه نشوف حالنا نعمل ايه. رحنا بلغنا المحامي اللي مقومينه، تعالى البيت مفتوح فيه ناس من جوا. راح معايا القسط وقف يلف حوالي نفسه كده، طب نخش نعمل معذر. قال استني شوي استني، دبين رايحين ايه، راح الحكومه راح ازاي. قلت طب ماشي. القضيه بتلف عنا دي من الاول للاخر كانت حاجه لا على البال ولا على الخاطر، يعني ولا جوزي ولا سرايفه كانوا في البسعة المشكلة دي. التليفونات اشتغلت عليهم ازاي وجابتهم هم وولاد عموهم من كل جنب عشان يجمعوا اكبر قدر من العيلة. احنا اللي طالبين النجدة والنجدة خدتهم وقالت لهم بغرض التأمين مش بغرض القبض، هنطلعكم بعيد عن البيت وخايفين عليكم بغرض التأمين. قبضت عليهم خدتهم هم ال 13، ما خدتش حد من الطرف التاني. من امتى كان في مشاجرة بتبقى من طرف واحد؟ الافتراء ده كله علينا. قطعة أرض فوق ال 2.5 مليون، 5 أكفان، 5 عجول، 100 جمل، 1,000,000 جنيه نقدي، وفي الاخر كمان تهجير. احنا سالنا ناس من الدين الاسلامي قالوا هي حاجه واحده من دي كله كانت المفروض تدفع ديه، مش ده كله مش 6 شروط، احنا 5 شروط وفوجئنا بالسات ده هو. طب ازاي في عهد رئيس جديد اخترناه بقلوبنا وبعقولنا يتم التهجير؟ يوم 11/2 احنا لغايه دلوقتي ما دخلتش بيتي، ما خدتش هدوم، انا نزلت بهدوم اللي عليا، انا كنت رايحه عند ماما وبيتها يا دوبك بالهدوم اللي عليا، ما عنديش حتى يعني. انا بنتي لما بنروح زياره لباباها بتكلمه بتقول يا بابا يعني مش هنرجع بيتنا؟ لعبي مش هرجع لها تاني، حاجتي يا بابا نفسي حاجتي ارجع لها تاني، نفسي ارجع بيتنا. انا بنتي الصغيره عندها 3 سنين، بقالي 5 شهور كل يوم بالليل وهي نايمه بتقول انا عايزه بابا. المفروض ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ليه حابسينهم لغايه دلوقتي؟ ليه مش مطلعينهم حتى على ذمة القضية؟ هما رجالة يجروا يتصرفوا، يقابلوا المحامين، يقابلوا الناس، يحاولوا يشوفوا ويثبتوا ان هما ما عملوش حاجة. ليه حابسينهم ليه لغاية دلوقتي؟ حتى لما بنروح نزورهم الزيارة دلوقتي بقت صعبة جدا جدا. يعني بقينا انا بطلع تصريح الزيارة ثلاث ايام عشان اعرف اطلع التصريح. باخد العيال طبعا وبنروح نشوفه. ما بنقعدش ربع ساعة على بعض. أغلبية القبض أو كل القبض تم بشكل عشوائي وتم من طرف واحد، يعني أي مشكلة في الدنيا فيها طرفين في المشاجرة يعني بيتقبض على الطرفين، فاتقبض على طرف واحد وبإهمال الأمن والتراخيم من القبض على الطرف الآخر ده خلاه يفلت من العقاب. قد يكون مدان في عملية القتل والإصابات، الثمان إصابات في إصابات طفيفة طبعا، وقد يكون مدان في رحمة الله عليه القتيل، ممكن هو يكون تسبب أو طرف آخر عن المشكلة ممكن هو يكون تسبب، لكن ما حدش يقدر يجزم أن الأقباط هم من قتلوا. ليس معنى الصلح ليس دليل على أن الأقباط قتلوا، هي كانت عملية إرضاء للطرف الآخر لعدم إحداث فتنة أكبر في الموضوع.